بسم الله الرحيم، اهلا ومرحبا بكم اعزائي طلاب وطلبات الصف الاول الثانوي في درس جديد من دروس الجبرا forming the quadratic equation whose two roots are known. طبعا في الدرس دوت احنا هنتعلم ازاي نكون او forming the quadratic equation لو في عندي معروف التو روتس بتوعي. طبعا احنا كنا متعودين قبل كده ان انا بديني الايكويشن العادي وانا بجيب التو روتس بالفاكتورايزيشن او بنجيبها بالجنرال فورمولا او بنجيبها بالجراف، لكن المره دي هو هيعمل العكس. يعني مثلا لو جه دلوقتي وقال لي انا عندي هنا التو روتس اللي عندي نيجاتيف 2 اند 3 وقال لي والله فورمنج ايكويشن عندي هنا التو روتس نيجاتيف 2 3، احنا هنتعلم ازاي ان احنا نعمل فورمنج للكوادراتيك ديت ايكويشن بالطريقه اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. ولكن قبل ما اقول لكم او قبل ما ندخل في التفاصيل، بس عايز افكركم بحاجه بسيطه جدا هتساعدنا في ان احنا نفهم الدرس كويس. اولا الجنرال فورم اوف ايكويشن احنا عارفين ان عندي هنا كانت اي اكس باور 2 بلس بي اكس بلس سي ايكوال 0، ده الشكل العام بتاعها. طيب لو انا حبيت اخلي الكوفيشنت بتاع الاكس باور 2 اخليه 1، يعني مش عايز ايه، مش عايز الكوفيشنت بتاعي، عايزه يبقى ايه، يبقى ايكوال 1. هنا ممكن نعمل ديفايدد باي ايه، لو انا قلت ديفايدد باي ايه يبقى انا عندي هنا هعمل دي ديفايدد باي ايه ودي كمان ديفايدد باي ايه ودي كمان ديفايدد باي ايه حتى الزيرو ديفايدد باي ايه. طبعا لو نعمل سيمبلست فورم هنقول ديفايد باي ايكوال 1 ديفايد باي ايكوال 1، فيبقى الناتج عندي اكس باور 2 بلس عندي هنا بي اوفر ايه، فتبقى بي اوفر ايه اهيت اكس بلس سي اوفر ايه. طيب ده ايكوال 0. البي اوفر ايه والسي اوفر ايه مش بيفكركم بحاجه، احنا خدنا في الدرس اللي فات قلنا هنا السم اوف تو روتس كان ايه، كان نيجاتيف بي ديفايدد باي ايه. برافو عليكم، كان عندي هنا نيجاتيف بي ديفايدد باي ايه. طب وعندي هنا البرودكت كان ايكوال سي اوفر ايه. تمام، طب الاحظ حاجة ان انا عندي هنا ده سي اوفر ايه ده البرودكت خلاص كده تمام، لكن عندي هنا البي اوفر ايه، لكن عندي هنا كمان ان الصام نيجاتيف بي اوفر ايه. طب يجرى ايه لو انا حطيت هنا نيجاتيف؟ ما يجراش، بس بشرط ان انا احط كمان بدل البوزيتيف دي نيجاتيف، فيبقى نيجاتيف الصام يبقى نيجاتيف الايه الصام. يبقى من هنا اقدر احط شكل الفورمنج الكوادراتيك ايكويشن ان انا عندي هنا تبقى اكس باور 2 تمام، وحطيت هنا نيجاتيف عشان يبقى نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف رجعتها لاصلها مفيش مشكله، بقول نيجاتيف السم اوف تو روتس تمام تايمز الاكس بلس سي اوفر اي اللي هو البرودكت. يبقى انا عندي هنا لو عرفت الشكل ده سهل جدا ان انا اعمل هنا فورمنج ايكويشن او نكون ايكويشن. لو انا عرفت عندي هنا التو روتس هجيب مره السم بتاعهم واقول هنا ماينس السم بلس البرودكت بتاعهم. تعالوا ناخد هنا، طب نحل السؤال ده مع بعض الاول اللي انا طرحته وقلته في الاول ونشوف هيتحل ازاي. لو قال لي هنا التو روتس اللي عندي نيجاتيف 2 و 3، فانا بعمل ايه؟ بروح جايب هنا السم، قول السم ايكوال نيجاتيف 2 بلس 3، يبقى الناتج هيكون ايكوال 1. طب اجيب البرودكت بتاعهم نيجاتيف 2 تايم 3 ايكوال نيجاتيف 6. يبقى عندي هنا الايكويشن احنا عارفين الشكل بتاعها اهوت، هكرره تاني عشان نحفظه. الاكس باور 2 ماينس السم اكس بلس برودكت، ادي الاكس باور 2 حطيتها ماينس السم عندي هنا ب 1 اكس تمام بلس البرودكت اللي هو نيجاتيف 6 ايكوال 0. يبقى عندي هنا دوت الشكل بتاع الايكويشن خلاص كوناه طول ما احنا عرفنا هنا الايه التو روتس اللي عندي. تعالوا ناخد بعض الاسئله ونحلها مع بعض نشوف هتتحل ازاي. السؤال الأول في التشوز بيقول لي choose the correct answer from those given. قال لي هنا the quadratic equation whose roots sum، ومديني السم جاهز اهو equal negative 1. قال لي in their product والبرودكت equal negative 3. هكون الايكويشن اللي عنده اهو تبقى x باور 2 minus السم اللي هو negative 1 يبقى minus negative positive x plus البرودكت اللي هو negative 3 equal 0. أبص عندي هنا في الاختيارات هبص الاقيها لتر دي فهنختار لتر دي. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ذا كوادراتيك ايكويشن هوز روتس ار 3 اند نيجاتيف 5. ناخد بس حد هنا فاصل بين دي وبين ديت. قال لي هنا 3 اند نيجاتيف 5. طيب
انا المره دي هجيب السم، فنقول هنا وات السم ايكوال 3 بلس نيجاتيف 5 ايكوال نيجاتيف 2، البرودكت 3 تايمز نيجاتيف 5 ايكوال نيجاتيف 15. نكون عندي هنا الايكويشن، نقول هنا اكس باور 2 ماينس السم ماينس نيجاتيف 2 يعني بلس 2 اكس بلس البرودكت اللي هو نيجاتيف 15 ايكوال 0. ندور عليها عندي هنا فنلاقيها هنا اهوت اكس باور 2 بلس 2x ماينس 15 اللي هي لتر A، نختارها مع بعض. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال التالت هنا بيقول لي if L and L power 2 are the roots of the equation 2x power 2 plus bx plus 54 equal 0 then b equal. يبقى عندي هنا مديني التو روتس اللي هو مين؟ اللي هو L و L power 2. بتوع مين؟ بتوع الايكويشن اللي هي 2x power 2 plus bx plus 54. طيب هنا عشان اجيب قيمة البي لازم الاول اجيب قيمة ال، هل هجيبها من السم ولا من البرودكت؟ السم عندي هنا بيتطلب البي ديفايدد باي اي او نيجاتيف بي ديفايدد باي اي، ولكن البرودكت السي ديفايدد باي اي، والسي موجودة والاي موجودة، يبقى لازم الاول اجيب البرودكت. يبقى احنا هنا بنقول ال تايمز ال باور 2 ايكوال البرودكت اللي هو السي ديفايدد باي اي اللي هي 54 ديفايدد باي 2. طيب L تايمز L بور 2 إيكوال L بور 3 إيكوال 54 ديفايد بـ 2 إيكوال 27، يبقى منها الـ L هتبقى إيكوال كيوب روت الـ 27 يبقى إيكوال 3. يبقى عندي هنا الروت الأولاني اللي هو L هيكون إيكوال 3، الروت التاني هيكون عندي هنا L بور 2 اللي هو إيكوال 9. طب من هنا نقدر نجيب السم، أنا عندي هنا عارف إن السم أوف تو روتس إيكوال نيجاتيف B ديفايد باي A. طب أنا عندي هنا الـ coefficient of X اللي هو نيجاتيف B divided by a اللي هي 2 equal عند هنا sum 3 plus 9 equal 12، يبقى النيجاتيف b equal 24، يبقى ال b نفسها equal negative 24. عند هنا الإجابة ديت نختارها رقم أو letter b، يبقى عندي هنا ال b equal negative 4. ناخد السؤال اللي بعد كده، السؤال الرابع. السؤال الرابع بيقول لي هنا if m and m and 2 over m are the roots of the equation ax power 2 plus bx plus 12 equal 0 then a equal k. نفس الحكايه، انا عندي هنا 2 روتس m والتاني 2 over m. طب نكتب الايكويشن مع بعض، يبقى ال ax power 2 plus bx plus 12 equal 0. هنا انا مش هبص على المتاح بالنسبه لي ايه، لان الكوفيشنت اوف اكس بور 2 مش متاحه ولا الكوفيشنت اوف اكس متاحه، اللي عندي هنا السي بس. ولكن عندي هنا ابص، لو بصيت في حاجه مهمه، لو بصيت هلاقي هنا ام اند 2 اوفر ام، فلازم اجيب البرودكت الاول، لان انا لو عملت البرودكت الناتج هيكون البرودكت بتاعهم هيكون ايكوال 2، فلازم استغل الحته دي، يعني انا هقدر اتخلص من ام بسهوله. طيب البرودكت اللي هو عندي هنا ام روت الاولاني تايمز 2 اوفر ام equal السي اوفر اي، يعني هيبقى عندي هنا 12 divided by a. طب هنا الام راحت مع الام فهيتبقى لي 2، فيبقى 12 اوفر a equal 2. طب لو عملنا كروس هنعتبر هنا 2 divided by 1، فنعمل الكروس بتاعنا، يبقى عندي هنا 12 times 1 divided by 2 يبقى الـ a equal 12 times 1 divided by 2 equal 6. يبقى انا هنا قدرت اجيب قيمة مين؟ قدرت اجيب قيمة الـ a بسهولة. طيب احنا كده خلاص، يبقى بقت عندي هنا ال A equal 6، وهي ديت المطلوبة عندي هنا ال A equal 6، نختارها مع بعض letter C، يبقى الإجابة عندي letter C. السؤال اللي بعد كده بيقول لي form the quadratic equation whose two roots are، وراح مديني عندي هنا الروت الأولاني negative 2 والتاني 4، فقلنا أول حاجة لازم أجيب السم، يبقى equal negative 2 plus 4 equal 2، البرودكت negative 2 times 4 equal negative 8. تمام، نكون الايكويشن، يبقى عندي هنا اكس باور 2 ماينس السم اللي هو 2x بلس البرودكت اللي هو نيجاتيف 8 ايكوال 0، يبقى من هنا جبنا الايه الايكويشن. تعالوا ناخد السؤال تاني. السؤال تاني هنا بيقول لي 2 اوفر 3، روت الاولاني 2 اوفر 3 والتاني 3 اوفر 2. طيب هنا لازم زي ما قلنا زي ما اتعودنا هنجيب هنا السم، يبقى السم ايكوال 2 اوفر 3 بلس 3 اوفر 2. هنعمل هنا ديت 2 تايمز 3 ايكوال 6، ونعمل 2 تايمز 2 ايكوال 4 بلس 3 تايمز 3 ايكوال 9، يبقى الناتج عندي هيكون ايكوال 13 اوفر 6. ممكن نطلعها بالكالكوليتر على طول مفيش مشكله، واجيب هنا البرودكت 2 اوفر 3 تايمز 3 اوفر 2، يبقى الناتج هيكون ايكوال 1. نجيب الايكويشن بتاعتي، الايكويشن هو اكس باور 2 ماينس السم اللي هو 13 اوفر 6 اكس بلس البرودكت اللي هو 1
equal 0. طب انا مش عاجبني شكل ال 6 ديت، ممكن نعمل هنا تايم 6 عشان نتخلص منها. يبقى عندي هنا نقول 6 تايمز اكس بور 2 ب 6 اكس بور 2، وهنا 6 هنعمل هنا طبعا تايم 6، وهنا كمان تايم 6، وهنا كمان تايم 6، وحتى الزيرو تايم 6 برضه. طب هنا 6 اكس بور 2 كتبناها، هنا 6 هتروح مع 6 هتبقى لي نيجاتيف 13 اكس، وعندي هنا 6 تايمز 1 ايكوال 6، 6 تايمز 0 ايكوال 0. يبقى عندي هنا ديت الايكويشن المطلوبه. تعالوا ناخد مع بعض كمان سؤال. السؤال السابع هنا قال لي 7 بلس 2 سكور روت 5 و7 ماينس 2 سكور روت 5. هنجيب السم ايكوال 7 بلس 2 سكور روت 5 بلس 7 ماينس 2 سكور روت 5 ايكوال. هنا 2 سكور روت 5 بالبوزيتيف ونيجاتيف 2 سكور روت 5 بالنيجاتيف راحوا مع بعض. عندي هنا 7 بلس 7 ايكوال 14، يبقى السم عندي هنا ايكوال 14. طب تعالى نجيب البرودكت. البرودكت هنا قال لي 7 بلس 2 سكور روت 5 اهو بتوين بريسز اهوت تايمز 7 ماينس 2 سكور روت 5. عندي لو لاحظ ان ده كان الكونجوجيت بتاع دوت، يعني مفيش ميدل ترم عندي، بنقول هنا الفيرست ترم تايمز الفيرست ترم يبقى 7 تايمز 7 ايكوال 49، بوزيتيف تايمز نيجاتيف بنيجاتيف طبعا، 2 تايمز 2 ايكوال 4، وسكور ال5 تايمز سكور ال5 ايكوال 5، فيبقى 5 تايمز ال4 ايكوال 20. يبقى عندي هنا 49 ماينس 20 ايكوال 29. يبقى والله قدرت اجيب عندي هنا البرودكت وقدرت اجيب السم. نكون الايكويشن بتاعتي. الايكويشن بتاعتي هتبقى اكس باور 2 ماينس السم، السم اللي هو 14x تمام بلس البرودكت اللي هو كام 29 ايكوال 0. تعالوا ناخد كمان واحده في 10. هنا قال لي 3 ماينس 2 سكور ل 2i وديت كومبلكس نمبر، و3 بلس 2 سكور ل 2i هناخدهم ونشوف هيتحلوا ازاي. اول حاجه هنجيب السم، يبقى عندنا اهوت السم اهوت. عندي هنا نيجاتيف 2 سكور ل 2i وبوزيتيف 2 سكور ل 2i هيروحوا مع بعض، يتبقى لي 3 بلس 3 ايكوال 6. يبقى انا كده جبت السم. البرودكت هلاحظ برضو ان ده الكونجوجيت بتاع ده، وهتبقى عندي هنا هناخد الفيرست ترم تايمز الفيرست ترم، يبقى 3 تايمز 3 ايكوال 9، نيجاتيف تايمز بوزيتيف بنيجاتيف، 2 تايمز 2 ايكوال 4 اكتبه اهوت، سكور ل 2 تايمز سكور ل 2 ايكوال 2، واي تايمز الاي ايكوال اي باور 2 ايكوال الاي باور 2. انا عارف ان هو بنيجاتيف 1، يبقى نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف ببوزيتيف، يبقى عندي هنا 9 بلس 4 تايمز 2 ايكوال 8 يبقى ايكوال 17. يبقى انا عندي هنا جبت البرودكت ب 17 وجبت السم ب 6. نكتب الايكويشن عادي، اكس باور 2 ماينس السم اللي هو 6x بلس البرودكت اللي هو 17 ايكوال 0. تعالوا نشوف حاجه ثانيه. في 16 قال لي انا عايز a ماينس b اند a بلس b، يجيب السم نيجاتيف بي وبوزيتيف بي راحوا مع بعض، وعندي a بلس a ايكوال 2a. يبقى انا جبت السم هنا 2a، نجيب البرودكت طبعا الاقي هنا a وهنا a هنا b وهنا b، ولكن الساين مختلفه، هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف، يبقى الملتبلاينج بتاعها سهل جدا. احنا بنقول فيرست ترم تايمز الفيرست ترم بقى a تايمز a ايكوال a باور 2، وعندي ديت نيجاتيف وبوزيتيف بنيجاتيف، b تايمز b ايكوال b باور 2. طب حد يسالني يقول الميدل ترم، هقول هنا في الحاله ديت الميدل ترم بزيرو، لان عندي نفس الرموز ولكن الساين هي اللي بتختلف تمام. طيب يبقى انا عندي هنا كده جبت البرودكت، نقدر نعمل الايكويشن اهو. يبقى الايكويشن عندي هنا اكس باور 2 ماينس السم، السم عندي هنا ب 2a اكس بلس البرودكت، البرودكت اللي عندي a باور 2 ماينس b باور 2 ايكوال 0. في الحقيقه زمايلكم كانوا طلبوا مني نمبر 11 و 12 و 14 في الرسائل اللي بتجيلي على الواتس، ولكن هنا انا هقولهم برضو بالترتيب. احنا كنا بناخد لاين ونكمل، هناخد 11 و 12 و 14 عشان يعني فيهم بعض الافكار المختلفه شويه. طيب ناخد 11 مع بعض. طيب الروت الاولاني عندي هنا كان 3 اوفر i، والروت الثاني كان 3 بلس 3 i ديفايدد باي 1 ماينس i. انا عشان احل ديت لازم اعمل لها سمبلست فورم. يعني ايه سمبلست فورم؟ يعني استخدم الكونجوجات في ان احنا نعملها سمبلست فورم زي ما اتعلمنا في الدرس الاول. طيب انا عندي هنا الروت الاولاني اللي هو 3 اوفر i، ادي ال 3 اوفر i هنعمله تايمز الكونجوجات بتاعه. الكونجوجات بتاعه النيجاتيف، احنا طبعا لو نفتكر مع بعض الكونجوجات في بتاع الكومبلكس نمبر، كل اللي انا بعمله بغير الساين بتاعه الايميجينري بارت. يعني انا عندي هنا تو بارتس اللي هو الريل بارت والايميجينري بارت، انا بغير الساين بتاعه الايميجينري بارت، ماليش دعوه بالريل بارت. طب انا اللي موجود عندي هنا في الروت الاولاني كله ايميجينري بارت اللي هو اي، فهعمل هنا تايمز نيجاتيف اي اوفر نيجاتيف اي، يبقى نيجاتيف اي ديفايد باي نيجاتيف اي.
نقول equal negative i times i equal negative i بار 2. طيب و 3 times negative i ب negative 3 i. طيب انا عندي هنا negative i بار 2 يعني negative negative ب positive 1، يبقى عندي هنا المفروض negative 3 i، احنا عارفين ان i بار 2 ب negative 1 يبقى negative negative 1 ب positive 1، يبقى الناتج هيكون عندي هنا negative 3 i. ده الروت الاولاني، انا بس بعمل له كل اللي انا بعمله بعمله simplest form، لسه ما جبتش ولا السم ولا جبت البرودكت، انا بس بعمل ايه؟ بعمل simplest form. طيب تعالوا كده نعمل simplest form للتاني. التاني عندي هنا 3 plus 3i divided by 1 minus i، هنعمل تايمز الكونجوجات اهوت. الكونجوجات عندي هيبقى 1 plus i، برضو هنا 1 plus i، نعمل التايمز بتاعنا هنا 1 times 1 equal 1 negative times positive بنegative i times i equal i بار 2. طيب اللي فوق هنقول ان هو 3 plus 3i times 1 plus i equal. تعالوا كده نعملها برضو سمبلس فورم. نقول هنا انا ما باجي اعمل التايمز بتاعي عشان تبقى سهله بعمل الفيرست تيرم، تايمز الفيرست تيرم يبقى 3 تايمز 1 ايكوال 3 كتبناها، والاخير تايمز الاخير 3i تايمز i ايكوال بوزيتيف 3i بار 2. تمام. طيب وبعدين باجي هنا على الميدل تيرم، انا الميدل تيرم عندي هنا بقول 3 تايمز i ايكوال 3i تايمز 1 ايكوال 3i. طيب وال 3 تايمز i ايكوال برضو 3i، يبقى الناتج عندي هيكون ايكوال 6i ديفايدد باي هنا 1 ماينس نيجاتيف 1 لان الاي باور 2 بنيجاتيف 1 يبقى ايكوال 1 بلس 1 يبقى ايكوال 2. طيب هنا بقى عندي خلاص ديفايدد باي 2، ناخد هنا الاي باور 2 و 3، احنا قلنا الاي باور 2 بنيجاتيف فبتغير لي الساين بتاع ديت، يعني بدل بوزيتيف 3 فبيبقى نيجاتيف 3، فعندي نيجاتيف 3 وعندي بوزيتيف 3 راحوا مع بعض، كل اللي اتبقى لي عندي هنا اتبقى لي 6i ديفايدد باي 2، يبقى الناتج هيكون ايكوال 3i. يبقى عندي هنا التو روت، الروت الاولاني اللي هو 3i والروت الثاني اللي هو نيجاتيف 3i. طب لو حبيت اجيب السم نجيب اهوت السم، بس نكتبه فوق هنا اهوت السم والبرودكت، اد السم ايكوال عندي هنا نيجاتيف 3i بلس 3i، يبقى الناتج هيكون ايكوال 0، يبقى السم عندي هنا ايكوال ايه؟ ايكوال 0. طب نجيب البرودكت نيجاتيف 3i تايمز 3i، يبقى عندي هنا نيجاتيف تايمز بوزيتيف بنيجاتيف 9i بار 2. طيب الاي بار 2 اتفقنا زي ما احنا اتفقنا بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف نيجاتيف وبوزيتيف 9، يبقى انا جبت البرودكت ب 9 وجبت السم ب 0. سهله جدا خلاص بقى ان انا اعمل هنا الايكويشن، يبقى الايكويشن اللي عندي خلاص احنا عرفنا السم وعرفنا البرودكت، يبقى نقول هنا اهوت اهيت، هنقول اكس بار 2 ماينس السم، السم عندي هنا ب 0 اللي هو 0x تمام، بلس البرودكت اللي هو 9 ايكوال 0. طبعا 0 تايمز اكس ايكوال 0، فالناتج هيكون اكس باور 2 بلس 9 ايكوال 0. كده نكون جبنا الايكويشن دي. تعالوا ناخد السؤال اللي بعده، ناخد نمبر 12 مع بعض. 12 هنا بتقول لي نيجاتيف 2 بلس 2i ديفايدد باي 1 بلس i، والروت الثاني نيجاتيف 2 ماينس 4i ديفايدد باي 2i. طيب يبقى عندي هنا 12 نيجاتيف 2 بلس 2i ديفايدد باي 1 بلس i، والروت التاني عندي نيجاتيف 2 نيجاتيف 4i ديفايدد باي 2 ماينس i. هجيب عندي هنا السمبلست فورم بتاعهم، يبقى نقول هنا نيجاتيف 2 بلس 2i ديفايدد باي 1 بلس i، هنعمل تايمز الكونجوجيت اهوت، يبقى 1 ماينس i وهنا 1 ماينس i ايكوال، خلاص عرفنا ب 1 تايمز 1 ايكوال 1، بوزيتيف i ونيجاتيف i ايكوال نيجاتيف i باور 2. تمام. نقول هنا نيجاتيف 2 بلس 2i تايمز ال 1 ماينس i ايكوال، هنا ده عباره عن 1 ماينس i باور 2 يعني نيجاتيف 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 1 نيجاتيف وبوزيتيف 1 يبقى 1 بلس 1 ايكوال 2. نيجاتيف 2 تايمز 1 ايكوال نيجاتيف 2، وعندي هنا 2i تايمز نيجاتيف i ايكوال نيجاتيف 2i باور 2، وعندي هنا دول نعملهم تايمز بعض يدينا هنا 2i تايمز 1 ايكوال 2i، وعندي نيجاتيف i تايمز نيجاتيف 2 ببوزيتيف 2i، يبقى الناتج عندي هيكون ايكوال بوزيتيف 4i. هنا
ادي التو زي ما هي موجودة اهوت، عندي نيجاتيف تو ودي بوزيتيف تو. ايه اللي عرفني بوزيتيف؟ احنا عارفين اي باور تو بنيجاتيف وان ونيجاتيف تو يبقى بوزيتيف تو، هيروحوا مع بعض، هيبقى الناتج اللي بقى عندي هنا فور اي، يبقى ايكوال فور اي ديفايد باي تو ايكوال تو اي. يبقى انا كده جبت عندي هنا السمبلست فورم بتاع الروت الاولاني. لازم اجيب عندي هنا السمبلست فورم بتاع الروت الايه التاني. الروت التاني عندي هنا بيقول لي نيجاتيف 2، يبقى احنا كده جبنا الروت الاولاني السمبلست فورم بتاعه، هجيب الروت التاني عندي اللي هو بيقول لي ايه، قال لي نيجاتيف 2 ماينس 4i ديفايدد باي 2 ماينس الاي. هنقول هنا تايمز 2 بلس i ديفايدد باي 2 بلس i، الكونجوجيت بتاعه عشان اعمل سمبلست فورم. يبقى عندي هنا نقول 2 تايمز 2 ايكوال 4، والنيجاتيف i وبوزيتيف i ايكوال نيجاتيف i باور 2. نقول هنا نيجاتيف 2 تايمز 2 ايكوال نيجاتيف 4، والنيجاتيف 4i تايمز i ايكوال نيجاتيف 4i باور 2. ناخد المينز مع بعض، عندي هنا 2 تايمز نيجاتيف 4 بنيجاتيف 8i، وعندي هنا ال i تايمز نيجاتيف 2 ايكوال نيجاتيف 2i، يبقى الناتج هيكون ايكوال نيجاتيف 10i. طبعا نيجاتيف 4i باور 2 ونيجاتيف 4، يعني دي نيجاتيف 4 ودي بوزيتيف 4، راحوا مع بعض. يبقى اللي باقي عندي هنا نيجاتيف 10i ديفايدد باي نيجاتيف نيجاتيف 1 وبوزيتيف 1 يبقى ايكوال 5، يبقى الناتج عندي هيكون ايكوال نيجاتيف 2i. يبقى الروت الاولاني كان 2i، والروت الثاني دلوقتي عندي هنا نيجاتيف 2i، يبقى ننقلهم اهوت. يبقى عندي الروت الاولاني 2i والروت الاولاني نيجاتيف 2i بعد السمبلست فورم. هجيب السم بتاعهم، نشيل ديت عشان ما نتلخبطش. عندي هنا نجيب الايه السم بتاعهم، يبقى انا عندي هنا اهوت السم، هنقول السم ايكوال 2i بلس نيجاتيف 2i ايكوال 0. طب البرودكت 2i تايمز نيجاتيف 2i ايكوال نيجاتيف 4i باور 2، يعني ايكوال 4. نعمل الايكويشن، يبقى الايكويشن عندي هتكون هنا x باور 2 ماينس السم اللي هو بزيرو، خلاص يبقى 0 تايمز x ايكوال 0 بلس البرودكت اللي هو 4، يبقى الناتج عندي هنا هيكون x باور 2 بلس 4 ايكوال 0. اللي مش واخد باله من اللي فاتت بنعملها ازاي، احنا بنقول هنا الايكويشن بتقول اكس باور 2 ماينس السم، طب السم عندي بزيرو، فبنقول 0 تايمز اكس بلس البرودكت، البرودكت عندي هنا 4 ايكوال 0. طب الاكس تايمز 0 ايكوال 0، فيبقى الناتج عندي اللي بقى عندي اكس باور 2 اهي كتبناها بلس 4 كتبناها ايكوال 0. وتعالوا ناخد حاجه ثانيه مع بعض، 14 هنا قال الروت الاولاني a باور 2 ماينس b باور 2 ديفايدد باي a ماينس b، والروت التاني a باور c ماينس b باور c ديفايدد باي a باور 2 بلس ab بلس b باور 2. طيب دول انا برضو قبل ما اجيب السم والبرودكت لازم نحطهم سمبلست فورم. فاجعل الروت الاولاني اللي هو قال لي a باور 2 ماينس b باور 2 اوفر a ماينس b، فعندي هنا دوت ممكن نعمله فاكتوريزيشن، يعني فاكتوريزيشن ال a باور 2 ماينس b باور 2 ممكن نعمله ديفرنس بتوين تو سكوير اللي هو تو بريسز اهوت. فبنقول a باور 2 عباره عن a تايمز ال a، ال b باور 2 b تايمز b، مره بالبوزيتيف ومره بالنيجاتيف ديفايدد باي a ماينس b. فخلاص فاقدر هنا ال a ماينس b مع ال a ماينس b، يبقى الروت عندي هنا a بلس b، ده الروت الاولاني. طيب تعالوا ناخد الروت التاني ونشوف هنعمل له سمبلست فورم ازاي. الروت الاولاني انا لاحظت ان انا عندي هنا ممكن اعمل له ديفرنس بتوين تو كيوبس، يعني a باور c ماينس a b باور c، فبنعمل هنا بريسز صغير وبريسز كبير، تمام. اول حاجه بنحطها الساين، هنا الساين نيجاتيف يبقى خلاص لازم هتكون ديت نيجاتيف زيه بالظبط. طيب نحط بقيه الساين، الاخيره دايما بوزيتيف، طب والميدل تيرم عكس دي، يعني دي نيجاتيف يبقى ده بوزيتيف. ايه اللي بتحط هنا؟ بجيب الكيوب روت للاي باور 3 يبقى ايه، الكيوب روت للبي باور 3 بي، وبعدين هنا اسيبني ده من ده بقى وابص هنا، الاي تايمز نفسها ايكوال اي باور 2، البي تايمز نفسها ايكوال بي باور 2، الاي تايمز البي ايكوال اي بي ديفايدد باي. هلاحظ ان هو جايب لي نفس البريسس ده هنا اهوت، هو نفسه، يعني اي باور 2 بلس اي بي بلس بي باور 2، عشان نقدر نختصرهم مع بعض سمبلست فورم بتروح مع ديت، يبقى الناتج عندي هنا اي ماينس بي. يبقى الروت الاولاني a بلس b والروت التاني ماينس a ماينس b. نجيب السم، يبقى السم عندي هنا قال لي الروت الاولاني a بلس b
بلس الروت التاني اللي هو ايه؟ ماينس بي. طبعا بي بالبوزيتيف وبي بالنيجاتيف راحوا مع بعض، يبقى ايه بلس ايه ايكوال تو ايه. طب نجيب له برودكت، البرودكت ايه بلس بي تايمز ايه ماينس بي. ايه تايمز ايه ايكوال ايه باور 2، وبي تايمز بي ايكوال بي باور 2، والساين اللي بينهم نيجاتيف. طبعا عندي هنا مفيش ميدل تيرم زي ما اتفقنا لانه نفس البريسز، ولكن عندي الساين بس هي اللي مختلفه، ايه باور 2 ماينس بي باور 2. نجيب الايكويشن، الايكويشن عندي هتبقى اكس باور 2 ماينس السم، السم اللي هو 2a تايمز الاكس بلس البرودكت اللي هو a باور 2 ماينس b باور 2 ايكوال 0. نمبر 3 هنا بيقول لي if l and m are two roots of the equation، يبقى عندي هنا l ال l and m two roots of the equation x باور 2 ماينس 7x بلس 5 ايكوال 0. وبعدين قال لي هنا then find the numerical value of each of the following expression، عايز هنا numerical value بتاعتها. اولا قبل ما اجيب اي حاجة من ديت لازم اجيب هنا وات السم والبرودكت، يبقى عندي هنا لازم اجيب السم بتاع ال LM، يبقى ال L plus M هو equal negative B divided by A، negative negative 7 equal positive 7 divided by A اللي هو ال 1 يبقى equal 7. يبقى عندي هنا انا عارف ان السم equal negative B divided by A. طيب نيجاتيف بي ديفايد باي ايه؟ يعني نيجاتيف 7 نيجاتيف نيجاتيف 7 بوزيتيف 7 ديفايد باي ايه اللي هو ال 1 يبقى ايكوال كام؟ ايكوال 7. طب واجيب له برودكت، البرودكت اللي هو ال ال ام ايكوال السي ديفايد باي الاي، يعني 5 ديفايد باي 1 ايكوال 5. دول انا جبتهم ليه؟ لان هم مهمين جدا وهنستخدمهم في النيميريكال فاليو ان انا ازاي اقدر اجيبها. طيب اول حاجه هنا 1 قال لي ال باور 2 ام بلس ام باور 2 ال. لازم نحط في دماغنا حاجه ان انا مش هجيب دول نهائي غير عن طريق الحاجتين دول ال بلس ام وال تايمز ام، فانا لازم اوصل للال بلس ام وال تايمز ام. طب هنا الدنيا مختلفه، هنا ال باور 2 ام بلس ام باور 2 ال، طب ازاي هقدر اوصل لدول؟ بسيطه جدا، الافكار اللي احنا بنقولها ديت بتتكرر وبتيجي دايما باستمرار، يا ريت نفهم الفكره وهنعرفها كويس، والفكره دي دايما بتتكرر بس نعرف جت ازاي. انا لو خدت بالي هبص الاقي ال باور 2 وهنا ال، طب يعني ال اتكررت، اتكررت كم مره؟ مرتين. يبقى عندي هنا لما اجي اخد هايست كومن فاكتور هاخد الباور الاقل، يعني دي ال باور 2 ديت ال، لا انا اخد ال بس هي كومن فاكتور اتكررت في الاثنين. طب ما الام كمان اتكررت، انا عندي هنا ام وعندي هنا ام باور 2 تمام، يبقى اخد مين هايست كومن فاكتور؟ يبقى ناخد الام، يبقى ال ام ناخد هايست كومن فاكتور، نفتح البريس بتاع هنا نقول ال باور 2 ديفايد باي ال ايكوال ال، الام ديفايد باي ام ايكوال 1، خلاص راحت مع بعضها بلس، لان ديت بلس فنكتب بلس. ال ال راحت مع ال ال، والام باور 2 ديفايد باي ام ايكوال ام. الاحظ حاجه ان انا عندي هنا ديت ال تايمز الام وهنا ال ال بلس الام اللي انا لسه جايبهم من شويه، يبقى عندي هنا ال ال ام، ال ال ام 5 اهوت تايمز ال ال بلس ام اللي هو 7، يبقى 5 تايمز 7 ايكوال 35. يبقى عندي هنا النيميريكال فاليو للموضوع دوت ايكوال 35. تعالوا ناخد نمبر 2 اللي بعدها. نمبر 2 هنا قال لي انا عايز 1 اوفر ام بلس 1 اوفر ال. خلينا بس نفتكر مع بعض ان انا عندي هنا كان ال ام وال ال بلس ام، ال ام ب 5 وال ال بلس ام ب 7. طيب هنا عشان اجيب ديت برضو قلنا لازم نجيبها بدلاله الاثنين دول in terms of ال ام and ال بلس ام. طب نقول هنا 1 over m plus 1 over l ديت هنجيبها ازاي؟ لو حبينا نعمل highest او نعمل common denominator فبنقول ايه؟ بنقول ال l times ال m، يبقى l times ال m equal ال m. طب وبعدين ونقول هنا ال l times ال 1 equal l وال m times ال 1 equal m. في حد مش فاهم بيقول لي يعني ازاي ديت، يعني جت ازاي او عملناها ازاي؟ انا بس افكركم بحاجه بسيطه، يعني لو حاجه كنا بنعملها في ابتدائي لو كنا بنقول هنا ثيرد بلس كوارتر، فلما كنا بنحل ديت ومش عارفين نجيب الكومن دينومينيتور فكنا بايه بنختصرها ببساطه ونقول ايه نعمل 3 تايمز 4، فال 3 تايمز 4 ايكوال 12. طب وبعدين نقول والله نقول الايه نعمل كروس ال 4 تايمز 1 ايكوال 4 وال 3 تايمز 1 ايكوال 3 فتطلع 7 اوفر 12.
وكان عندي هنا دوت حل المسألة، هي نفس الطريقة. انا بقى يعني عشان اجيبها 1 اوفر ام بلس 1 اوفر ال، فبنقول ال تايمز الام اهوت ايكوال ال ام، ونعمل الكروس ال تايمز ال1 ايكوال ال، والام تايمز ال1 ايكوال ايه ايكوال الام. يبقى انا هنا جبت خلاص بقت عباره عندي عن ال بلس ام اللي هو 7 ديفايدد باي ال ام اللي هو بكام اللي هو 5، يبقى النميريكال فاليو عندي هنا 7 اوفر 5. تعالوا ناخد اللي بعدها، اللي بعدها نمبر 3 بيقول لي ال ماينس 2 وعندي ام ماينس 2. ما ننساش ان احنا جبنا البرودكت اللي هو ال ام كان ايكوال 5، وجبنا السم اللي هو ال بلس ام وكان ايكوال 7، ودول اللي احنا هنستخدمهم في الحل. طيب هنا عايز دي تايمز دي، طب ما نفكها. يعني ايه نفكها؟ هنا اقول هنا ال تايمز، انا طبعا هنا عارف ان انا بعمل باخد الفيرست تيرم ده وبعمله تايمز البريسس ده كله، وعندي هنا نيجاتيف 2 تايمز برضو ده كله، فنقول ال تايمز الام ايكوال ال ام، ال L تايمز نيجاتيف 2 ايكوال نيجاتيف 2L، نيجي اللي بعدها نيجاتيف 2 تايمز M ايكوال نيجاتيف 2M، ونيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 ايكوال بوزيتيف 4. طيب في حاجة مهمة، ايه هي؟ انا هنا جات لي شكل اجالي بس طلع لي ال ام، ولكن انا مفيش ال بلس ام ولا ال ام تانيه. طب ما انا هحاول اظبطها. طب اظبطها ازاي؟ انا لو بصيت هنا لقيت في هلاقي في نيجاتيف 2 مشتركه موجوده هنا وموجوده هنا. طب ممكن اخدها هاس كومن فاكتور، يعني اقول هنا ال ام هكتبها زي ما هي مفيش مشكله، ناخد نيجاتيف 2 هاس كومن فاكتور بره، هتبقى لي ايه؟ اقول نيجاتيف 2 ال ديفايدد باي نيجاتيف 2 ايكوال بوزيتيف ال. طب ونيجاتيف 2 ام ديفايدد باي نيجاتيف 2 ايكوال بوزيتيف ام. ولاحظ ان انا خدت النيجاتيف 2 هاي سكومن فاكتور، ما خدتش ال 2، لان لو كانت خدت ال 2 كانت نيجاتيف ال نيجاتيف ام، وانا مش عايزها كده، انا عايزها ال بلس ام. طيب بلس مين؟ بلس ال 4 بره لوحده اهوت، ملهاش علاقه بالموضوع. طب ال ال ام عندي هنا بكام؟ ال ال ام ب 5 اكتبها، ماينس 2 تايمز ال ال بلس ام اللي هو 7 بلس 4. طيب يبقى انا عندي هنا 5 ماينس 2 تايمز 7 ايكوال 14 بلس 4. طبعا احنا في ماثيماتيكال اوبريشن ان انا عندي هنا بعمل التايمز الاول قبل البلس وقبل الماينس، فانا لازم هنا اخلص اللي بتوين بريسز الاول، اقول هنا ال بلس ام اللي هو ايكوال 7 وبعدين اعمله تايمز الاول وبعدين بعد كده نعمل البلس والماينس. يبقى عندي هنا كانت 5 ماينس 14 بلس 4، فنقول هنا 4 بلس 9 ايكوال 9، 9 ماينس نيجاتيف او ماينس سوري 14 يبقى ايكوال نيجاتيف 5. يبقى انا طلعت القيمه بتاعتها او النميريكال فاليو بتاعها بنيجاتيف 5. تعالوا ناخد اخر حاجه في السؤال دوت، نمبر 4 هنا بيقول لي ال بلس 1 اوفر ام تايمز ام بلس 1 اوفر ال، وخلينا فاكرين برضو ان ال ام احنا مطلعينها من اول المساله ايكوال 5، وال ال بلس ام مطلعينها ايكوال 7. تعالوا نحل دي كده مع بعض، فبنقول هنا اهوت ال بلس 1 اوفر ام تايمز ام بلس 1 اوفر ال، وتعالوا نعمل التايمز. فبنقول هنا انا هاخد ال ال وهعملها تايمز دي مره وتايمز الثانيه مره، فبقول ال تايمز ام ايكوال ال ام، ال تايمز 1 اوفر ال ايكوال 1 اهو. طب بس ناخدها على جنب، واحد يقول لي ايه؟ يقول لي ازاي ال تايمز 1 اوفر ال ايكوال 1؟ يعني انا قلت هنا ال تايمز 1 اوفر ال، فال ال راحت مع ال ال، يبقى الناتج عندي هنا الباقي ايكوال كام؟ ايكوال 1، كتبته خلاص. طب نفس الحكايه ونفس الطريقه، 1 اوفر ام تايمز ام ايكوال 1، لان الام هتروح مع الام يتبقى لي ال 1 يبقى دي 1، وعندي هنا 1 اوفر ام تايمز 1 اوفر ال ايكوال 1 اوفر ام ال. ام ال يعني ايه؟ انا باجي اعمل هنا تايمز، فبنقول النوميريتور تايمز النوميريتور والدينوميتور تايمز الدينوميتور، يعني بقول هنا 1 تايمز 1 ايكوال 1 وال ال تايمز الام ايكوال ام ال او ال ام مفيش مشكله. طب نقول ايكوال، عندي هنا ال ال ام اهيت بلس 1 بلس 1 ايكوال 2، عندي هنا بلس 1 اوفر ال ام. طيب ال ال ام عندي انا عارف ان هو ايكوال 5 بلس 2 بلس 1 اوفر ال ام، يعني 1 اوفر 5، يبقى الناتج عندي هنا 5 بلس 2 ايكوال 7، يبقى عندي الناتج هيكون 7 اند 1 اوفر 5. ونقدر ان هي كده ميكسد، ممكن نعملها كونفرت تو امبروبر لو حابين، فنقول 7 تايمز 5 ايكوال 35 بلس 1 ايكوال 36 اوفر 5، لكن عندي هنا مفيش مشكله بالشكل دوت، يبقى 7 اند 5
بكده نكون خلصنا الأسئلة بتاعة النهاردة، ولكن الدرس لسه مخلصش. إن شاء الله هنعمل في حلقة تانية عشان ناخد كل الأفكار اللي فيه، لأنه بيشتمل على أفكار كتيرة جدا، فلا متنوعة، فلازم نعرفها كلها. لو في حاجة وقفت معاك أو ما فهمتهاش أو حاجة محتاجة توضيح أو محتاجة حل، ابعتلي على رقم الواتس بتاعي، وإن شاء الله بإذن الله نحلها وأقدمها لكم في الحلقة الجاية إن شاء الله بإذن الله. شكرا ليكم.